مرحبا متابعينا. الاسبوع الثاني مع الجيمس، اخذنا العلامة ترافيك، واخذنا مرايات، واخذنا غطيان الكفرات حقت الوكالة، وهذا التشليح، وهذه الاغراض، القطع اللي اخذناها جديدة نظيفة. باقينا غطى الدركسون، وباقينا غطى للباب، باقينا سلاك بواجي، وجلدة الكربليتر، وجلدة غطاء الكربليتر. والله الموفق. هذا آخر تحديث. طبعا لسه ما رجعنا الدرج الوسطاني، لسه باقي الغسلة الثالثة. صباح الخير يا شباب. اليوم الثالث من الرابع في الأسبوع الثاني. دعوة حتطول. هذه برضو من القطع المتبقية، فالأفضل أنه يكون شاب كامل. متابعينا، والله عندنا أخبار مش كويسة. لو تلاحظون اليوم أنا ماني على الجيمس، الجيمس واقف، وحرفق لكم الصور. مرحبا متابعينا، عندنا ابديت صغير على قطع الغيار المتبقية. خلينا ناخذها من الامام الى الخلف. عندنا الشبك الامامي في كسر في علامة حرف الام جي ام سي، وعندنا كسر فوق في النيكل. فودي القى شبك كامل، لو لقيت نفس اللون نفس الشركة ما ابغى اشتري جديد صراحة. ابغى حاجة افكها اركبها ويكون نفس اللون نفس العمر اللي مر عليها يعني. عندي الشماسات لسه ما حصلناها. عندنا غطى الباب السواق لسه ما حصلته، احصل بس ما القى شيء نظيف يعني. تابعينا، جاني كثير حاجات واسئله عن التكلفه، وانا مسجل نوت على كل شيء صرفناه، على كل شيء اشتريناه، على كل الخطوات. حاعطيكم ان شاء الله مع خلال نهاية التجربة ان شاء الله ان نوصل لنهاية مرضية يعني. انا والله بديت ايأس يعني صراحة، والله بديت ايأس ويسحب فلوس كثير، لكن ان شاء الله بالدعم ما نيأس. اهم شيء ان الموضوع يكون عاجبكم، وفي دعم منكم ما مشكلة، وفي ناس بتتعلم تستفيد كويس، ما في مشكلة من الخسارة. أهم شيء أنه لا تبدأ أي مشروع إلا تسوي خطة بلان. هذه الضربة يا شباب جاية من هنا، تأثرت عندنا المنطقة هذه، صدام من تحت شوية، عفط النيكل، الجلدة طار ما تبقى منها. هذه من الأشياء اللي ما حصلناها، سوبربان الجميح، هذه مع الضربة طارت. الله يعيننا ندور واحدة ثانية. حصلناها يا شباب. يوم متابعينا ولازلنا مستمرين. طبعا هذا اللي تشوفون تغير، تلاحظون اللون هنا قديم هنا جديد، هذا اللي يروح الى الترمبة تشوفونه جاي من هنا يرجع الى هناك. هذه من الامور اللي تم لها اصلاح. طبعا تذكرون الحريق اللي صار هنا، تم له اصلاح في حاجة اسمها مجموعة اصلاح البخاخ جلد، مجموعة جلد تركبت كاملة الحمد لله والامور تمام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله
تابعينا طبعا والله مالي خلق على التشاليح، جيت قطع الغيار وخذنا هالمزيونة، خلنا نصورها لكم بالكاميرا هذه. اوضح هالمزيونة، خذنا ثنتين يمين ويسار بالجلد وكل حاجة، احلى واجمل. متابعينا الكرام، زي ما شفتوا الحين خلصنا اغلب الاشياء، باقي بس هالاكسسوارات اللي تجنن، يعني احيانا يضيع يوم كله وانت تبحث عن اكسسوار. نصيحة يا شباب، قطعة زي هذه مثلا عبارة عن مجمع اسلاك، تجميع الاسلاك، كويس انه الجوال تحول للشكل هذا عشان يبين. قطعة زي هذه قد يجيك الكهرباء يقول لك خلاص انا اركب فيه، سوي شطرتون، سوي حركات، بعدين شغل مية مية، شوف هس تمام. قل له لا تتفلسف، نجيب لك القطعة ركبها زي ما هي. حاول قدر المستطاع، سيارة حديثة قديمة خص الحديث، لا يقص سلاك ويسوي شطرطونات ويغير السلك. يا مرحبا متابعينا، قربنا نخلص، وهذا كان الحادث، باقي الجلدة حق الصدام لسه ما حصلنا. طبعا هذا افضل سمكري في العالم، دج زي ما تشوفه تصلح، رجع زي ما كان، كان مكسر مرة هذا الدرج كامل. جبنا الفرشات حق الارضيات، صلح اللمبة اللي ورا، صلحت الديكور كامل. فاكرين هذا كان مكسر كله؟ فاكرينه في الفيديو الاول؟ هي الطبلون كان مكسر، الان دركسون، كل شيء جديد. اطرب يا معلم.